أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة من تحت الضوء. ما مدى خطورة الوضع العراقي المتمثل بترسيخ سلطة الميليشيات فيه؟ وما هي ظروف تشكيل هذه الميليشيات في العراق؟ وإلى أي مدى كانت أدوات أو كانت الميليشيات أدوات لتنفيذ مخططات التغيير الديمغرافي في هذا البلد؟ وما المصلحة الدولية والإقليمية من إعطاء الضوء الأخضر لهذه الميليشيات لارتكاب جرائم التهجير والاعتقال والقتل ضد السكان المدنيين؟ ولماذا لا يسمح للمهجرين بالعودة لمناطقهم بعد انتهاء المعارك؟ وكيف انعكست هذه الانتهاكات على الواقع المجتمعي في العراق؟ وكيف يمكن النظر إلى مستقبل العراق وهو واقع تحت الفساد والقمع في ظل ازدياد الفقر والبطالة وسطوة الميليشيات المسلحة التي تنوعت بمسمياتها وولاءاتها والتي لا تخضع لضوابط صارمة؟ نناقش في هذه الحلقة سطوة الميليشيات في العراق وكيف أثرت على الواقع المجتمعي العراقي. أرحب بضيفي في الاستوديو العقيد الركن الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، وأيضا عبر سكايب من عمان السيد عبد القادر النايل الناشط السياسي سوف ينضم معنا لاحقا، وأيضا عبر الهاتف من لندن السيد عبد السلام الطائي الباحث العراقي. مشاهدينا الكرام، إذن فاصل قصير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على سلطة الميليشيات في العراق وأسس التغيير المجتمعي. لابد أن هناك ظروفا أدت إلى نشأة هذه الميليشيات وتشكيل هذه الميليشيات. يتحدث عن هذه الظروف بداية ضيفي في الاستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. سيادة العقيد ركن، يعني ما الظروف التي أدت إلى تشكيل الميليشيات في العراق؟ هل جاءت هذه الميليشيات بالصدفة أم أن هناك ظروفا أدت إلى تواجدها في العراق وما حصل في العراق الآن على يدها؟ مساء الخير وتحية لك ولمشاهديكم الكرام ولضيوفك الكرام أيضا. حياك الله. حقيقة نحن نتكلم عن الميليشيات ونتكلم عن تغيير ديمغرافي رافق الاحتلال منذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا. بداية أود أن أعرج على مسألة التغيير الديمغرافي. ما معنى التغيير الديمغرافي؟ التغيير الديمغرافي هو عملية الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، وهذه الحالة تنعكس بصورة رئيسية على تواجد السكان في منطقة جغرافية معينة. أنا أعتقد بأن العراق مر في مراحل متعددة من التغيير الديمغرافي. المرحلة الأولى اللي هي كانت بعد احتلال العراق عام 2003، حيث روجت الإدارة الأمريكية بعد أن دخلت العراق بأنه هناك من كان في الحكم وقد أساء بشكل كبير جدا، فأصدرت قانون اجتثاث البعث وتم إلقاء التهم على كثير من الشخصيات المتواجدة في مناطق متفرقة من العراق على أن هؤلاء بعثيين وهؤلاء يعودون إلى النظام الصدامي ولا بد من اجتثاثهم، فقامت بعمليات قتل وتهجير في تلك الفترة بصورة كبيرة جدا وخاصة في المناطق الجنوبية، حيث هذه المناطق كانت هناك أقليات تسكن في بعض هذه المناطق تعرضت إلى التنكيل من قبل القوات الحكومية ومن قبل الأمريكان في تلك الفترة، مما اضطرهم إلى الهجرة من تلك المناطق إلى مناطق أخرى. وهذه كانت تقريبا مرحلة بدائية لعملية التغيير الديمغرافي في العراق. ثم جاءت المرحلة الثانية اللي هي جاءت بعد عام 2006 عندما تم تفجير المرقدين في سامراء، حيث قامت الميليشيات في تلك الفترة بعمليات تطهير عرقي لمناطق كثيرة في العراق لم تسلم منها حتى المدن التي كانت فيها أغلبية سنية، وبالتالي رافقت هذه الفترة وقامت الميليشيات بعملية تطهير عرقي كبيرة جدا، وهذه هي المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة فأنا أعتقد أنه بعد أن خرجت المناطق المنتفضة في عام 2014 باعتصامات مفتوحة ومظاهرات استمرت لأكثر من سنة، لاحظنا بأنه في ليلة وضحاها قامت القوات الحكومية بالانسحاب من كثير من المدن السنية، وبالتالي السماح لتنظيم الدولة باجتياح هذه المناطق والسيطرة عليها. وبعد أن كانت هناك سلسلة من العمليات تكشف لنا من هو المستفيد من تسليم المناطق السنية إلى تنظيم الدولة، حيث تم تشكيل الميليشيات على مرأى ومسمع من القوات الحكومية بعد أن كانت تعمل في الخفاء طوال هذه الفترة السابقة منذ عام 2003 بعد أن تم دمجها بقرار
برايمر المرقم رقم 2 عندما قام بحل الأجهزة الأمنية، وبعد ذلك أصدر القرار 91 بدمج الميليشيات التي كانت موجودة لدى بعض الأحزاب السياسية المتواجدة في طهران وفي مناطق أخرى ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وكان يجب أن تنتهي هذه الميليشيات بعد أن تم دمجها بالمؤسسة الأمنية، ولكنها بقيت مرافق الميليشيات لطوال هذه الفترة، بحيث هناك في عام 2007 2008 2006 في تفجير المرقدين ظهرت الميليشيات بصورة كبيرة جدا، حيث سمحت لها الدولة أن تتوسع وأن تنتشر بشكل كبير جدا بدون أن تكون هناك ملاحقات قانونية. إضافة إلى هذا صمت المحتل الأمريكي عن هذه الميليشيات والسماح لها بالتغول والقيام بعمليات تطهير عرقي. إذن ثلاث مراحل رئيسية كانت في فترة التغيير الديموغرافي ومرت بها الميليشيات أيضا خلال هذه الفترة، حيث توسعت وانتشرت خلال هذه الفترة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. إذن عندما نتكلم اليوم عن هذه الميليشيات كيف تشكلت، هذه الميليشيات تشكلت بعد عام 2014 بفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيستاني، وهذه الفتوى صدرت بأنه من يستطيع حمل السلاح يجب أن يدخل ضمن الأجهزة الأمنية لكي يواجهون تنظيم الدولة، ولكن الذي حصل بأنه تم استغلال هذه الفتوى من قبل حكومة المالكي في تلك الفترة، وتم تأسيس ميليشيات خارج إطار الدولة، وهذا يتناقض مع المادة 9 من الدستور العراقي في تأسيس القوات المسلحة بأنه يجب أن لا تشكل ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة، وبالتالي شكلت هذه الميليشيات وأضفوا عليها الطابع القانوني من خلال تشريع قانون للحشد الشعبي يعطيه الشرعية بالتواجد ضمن المؤسسة العسكرية الحكومية العراقية ويأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة. ولكن إذا جئنا إلى الأمر الواقع نرى بأن كثير من هذه الميليشيات هي ميليشيات منفلتة لا تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، يضاف إلى هذا بأن ولاءاتها متعددة بشكل كبير جدا وقسم منها يمتد إلى خارج الحدود العراقية. أرحب بضيفي عبر سكايب من عمان السيد عبد القادر النايل الناشط السياسي، مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وأهديكم الكرام وبضيوفك الأعزاء. أستاذ عبد القادر، خطط التغيير الديموغرافي للتركيبة السكانية في العراق انتهجتها الميليشيات وكانت أدوات ل حسب ما يرى مراقبون ومحللون أدوات لدول إقليمية لتنفيذ مآربها في العراق، يعني عمليات اعتقالات واغتيالات واختطاف وعمليات تهجير واسعة وعدم السماح لمن هجر بالعودة إلى مناطق سكناهم، يعني كل هذه الأمور إلى أي مدى كانت فعلا أدوات لتنفيذ مخططات التغيير الديموغرافي؟ بدءا من المعلوم تماما أن قضية التهجير وقضية إفراغ العراق من أهله الأصليين هو مشروع إيراني قديم، وبالتالي على هذا الأساس عملية الاستيطان لن تكون إلا بالتغيير الديموغرافي، وإيران تسعى إلى أن تكون محتلة واحتلالها استيطاني ليس كاحتلال أي دولة أخرى، ولذلك حقيقة عملت على دعم هذه الميليشيات لتكون الذراع الأساسي في التهجير والتغيير الديموغرافي، لأنه معلوم تماما لن يتم أي تهجير إذا لم يكن هناك حقيقة بسطارا موجودا او حذاء موجودا على الارض يسعى الى تنفيذ هذه الاجندات، وبالتالي استطاعت ايران ان تعمل على انشاء هذه الميليشيات ودعمها، وبالتالي اصبحت هذه الميليشيات هي حذاء ايران وكل من ياتي لعمليه دفع اموال لهذه الميليشيات لعمليه التهجير والتغيير الديموغرافي، فبالتالي الميليشيات هي المسؤول الاول والاخير عن التنفيذ الميداني لعمليات تغيير ديموغرافي في العراق وعمليات تهجير العراق الأصليين من سكناهم بغية إفراغ البلد بالكامل، وبالتالي ينبغي إذن ما بعد ذلك أن يتم تغيير تركيبته الديموغرافية، وبالتالي يتم إسكان وإحلال سكان غير أهلهم، وهذا ما يحدث واليوم أصبح جليا بطريقة واضحة تماما لمن يرقب أو للفاحص لهذه الأمور أنه يرى أن هناك ميليشيات حتى ليست عربية، يعني عندما نتكلم عن اللواء فاطميون هو أجنبي بالكامل، يعني من مرتزقة العالم يدري تجميعه، وبالتالي الآن يوهب لهم أراضي بطريقة واضحة من خلال عدم السماح للنازحين وعدم السماح للمهجرين. نتكلم ليس عن أرقام بسيطة، نتكلم عن ما يقارب 10 مليون عراقي بين مهجر
خارج العراق ما يقارب 5 مليون ونازح داخل العراق ما يقارب 5 مليون، لا يسمح لهم بالرجوع إلى منازلهم. هؤلاء كلهم حقيقة مع الوقت تريد هذه الميليشيات فرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي يجري عملية تجنيد ومنع جناسي عراقية وهوية الأحوال المدنية العراقية. وحتى عملية البطاقة الوطنية الأخيرة التي تم إنتاجها في العراق هي محاولة لإضفاء وإعطاء بعد إنهاء السجلات التي كانت تعتمد على الأسرة وكانت تعتمد على شواهد مهمة، وبالتالي العراق غير مهيئ للانتقال للبطاقة الموحدة. حتى يتم منح هذه البطاقة الموحدة وتمزيق جميع السجلات القديمة، بالتالي سيدخلون عوائل جديدة، والقوانين التي جرى حقيقة التصويت عليها في مجلس النواب واضحة، لأنهم يمنحون الجنسية العراقية لحقيقة ميليشياتهم ومرتزقتهم من خارج العراق، طبعا برؤية واضحة إيرانية. ربما اتفق هناك هدف إسرائيلي مع هذه القضية وهو إفراغ أهل السنة تحديدا من مناطقهم بعملية كثيرة تماما وبعملية أعداد كبيرة أيضا. هذا حقيقة أيضا دعا إلى عملية الضغط الدولي لعدم تجريم عمليات الميليشيات، ميليشيات الحشد على أرض الواقع، لأنها تخدم على المستوى البعيد حقيقة سياسة إسرائيل في التوسع بالمنطقة والتي الآن تتكلم فيها عن صفقة القرن. على هذا الأساس حقيقة استفادت هذه الميليشيات الوقحة بأن تكون هي الأداة الحقيقية الميدانية في عملية التهجير، وبالتالي معلوم تماما أنها جريمة دولية، ويتستر مجلس الأمن الدولي على هذه الجريمة، لأننا لا نتكلم عن أعداد، اليوم نتكلم عن مناطق كاملة تجرف الصخر يعني على سبيل المثال. على هذا الأساس حقيقة بيجي يثرب عزيز بلد مناطق في الأنبار، على هذا الأساس يأتي عملية تغيير ديموغرافي لمناطق وعلى أساس طائفي وعرقي وإثني، وكل هذه القضية حقيقة تلاعب بالقانون الدولي المعلوم تماما الذي ينبغي أن يتداعى لإيقاف هكذا جرائم إنسانية ودولية وهي جرائم إبادة هو ينص عليها، لكن لأنه يخدم سياسات معينة كإسرائيل وغيرها تم الصمت على هذه الجرائم من أجل حقيقة الوصول لأهداف عليا أكبر في المنطقة، من أجل تمزيق العراق، تمزيق المنطقة. وهذا حقيقة قلناه سابقا عندما بدأت عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي في 2003 بطرد الكفاءات، باغتيال العلماء، بعملية طرد المسيحيين من بغداد. كل هذا حقيقة قالته القوى المناهضة لهذه العملية السياسية بطريقة واضحة، أن هذا يجري على العرب أولا، على المنطقة أن تتداعى لإيقاف هذه الجريمة لأنها ستنعكس على كل المنطقة. وبالتالي ما نراه اليوم حقيقة ليس انعكاسا فقط على العراق إنما على المنطقة بأسرها، وهو مستمر هذا النهج إلى هذه اللحظة. أرحب من لندن بالسيد عبد السلام الطائي الباحث العراقي. أستاذ عبد السلام مرحبا بك. يعني أكثر من 10 مليون عراقي مهجر في الخارج والداخل. أستاذ عبد السلام تسمعني؟ أستاذ عبد السلام إذا أمكن يعني تسمعني من الهاتف. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ عبد السلام بعد تأمين الاتصال بشكل جيد. بالعودة إليك أستاذ العقيدة ركن حاتم الفلاحي، يعني عمليات تهجير واسعة النطاق طالت المكون السني ضمن عمليات ممنهجة، يعني إلى أي مدى ترى أن هناك فعلا مصلحة دولية اقتضتها الاستراتيجية الأمريكية لتحقيق هذا الهدف من قبل الاحتلال، يعني كان مخطط له قبل العام 2003؟ نعم، من الواضح بعد عام 2003 أن هناك مخطط للتغيير الديموغرافي يجري في العراق. يعني عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 2003 جعلت نسبة السنة هذا المكون الكبير في المجتمع العراقي من 18 إلى 20%، وهذه نسبة غير حقيقية تجافي الحقيقة وتجافي الواقع الموجود. وبهذا يظهر الهدف الأمريكي من تغيير التركيبة السكانية للعراق بشكل كامل، علما أنها لم تستند لا إلى إحصاءات ولا إلى أي شيء آخر، بحيث لو كانت هذه النسبة يعني غير صحيحة أو كانت هذه النسبة بالنسبة لهم يعني تشكل الحقيقة، إلى اليوم لم يطالب أحد
بإجراء تعداد للسكان من جميع الأطراف، سواء كانت الكردية أو سواء كانت الشيعية. إذن هذه النسبة هي غير صحيحة التي استندت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في مشروعها في العراق. يضاف إلى هذا بأنه احتلال العراق حقيقة هيئة للمشروع الإيراني العودة من جديد إلى العراق، لأن من خلال المشروع السياسي الذي تطرحه الإيران بتصدير الثورة الإيرانية. يعني احتلال العراق أعاد مرة أخرى من استطيع أن نقول الأمنيات لدولة فارس بالقيام بطرح هذا المشروع من جديد. يضاف إلى هذا بأنه تريد تشكيلات عسكرية تكون خارج إطار الدولة، وهذا أيضا هو مشروع إيراني بالأساس. بعد عام 2003 رغم الوجود الأمريكي والقدرات العسكرية كانت إيران تتلاعب في العراق بشكل كبير جدا، بحيث كانت تتوافق واتسمت العلاقة الأمريكية الإيرانية في تلك الحرب التخادم بشكل كبير جدا في المشروع الاحتلالي الموجود في العراق. يضاف إلى هذا بأنه عندما نتكلم أو كيف تنظر إيران إلى العراق، تنظر إلى العراق بأنه الجار الغربي الذي يشكل تهديد كبير جدا إلى إيران. يضاف إلى هذا هو البوابة التي تنطلق منها إيران لتصدير ثورتها إلى العالم العربي، وهذا ما حصل باتجاه العراق باتجاه سوريا وباتجاه دول أخرى في الخليج العربي. إذن عندما نتكلم عن مشروع إيراني حقيقة واضح المعالم في العراق. إيران دخلت إلى العراق من خلال القوى الناعمة سياسيا وثقافيا، لذلك توجد لديها أحزاب سياسية، توجد لديها منظمات، توجد لديها كثير من الأمور التي استطاعت أن تتحكم فيها وخاصة في الجنوب العراقي. يضاف إلى هذا الميليشيات التي شكلتها إيران ودعمتها ومولتها وسلحتها وقدمت لها الاستشارات بشكل كبير جدا، هذا جزء من المشروع الإيراني في العراق، وساهمت أيضا في تغيير ديموغرافي كبير جدا في المناطق. يعني عندما نتكلم الآن عندما نتكلم عن إيران، لماذا تسعى إيران إلى مثل هذا التغيير في العراق؟ إيران لديها مشروع، المشروع الذي نتكلم عنه، إيران تريد أن تقدم دعم لحليفها في سوريا الآن، تريد تقدم حليفها دعم في لبنان، إذن تريد الوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، هذا هدف إيراني لكي تكون قوة دولية كبيرة جدا في المنطقة، وبالتالي يجب أن يكون لديها مشروع للسيطرة على كثير من هذه المناطق. لذلك نرى ما تعرضت له ديالة حقيقة هو تغيير ديموغرافي بشكل كبير جدا. المعروف دائما بأنه عندما يكون هناك تغيير ديموغرافي تتعرض له الأقليات التي تسكن في مناطق معينة، يعني أما أن تتعرض منطقة مثل محافظة ديالة التي يقطنها أكثر من 75% من السنة، فهذا شيء يعني حقيقة يعني جديد على المشهد العراقي، بأنه مكون كبير جدا مثل هذا المكون يتعرض إلى تغيير ديموغرافي رغم الوجود والكثافة السكانية اللي موجودة، لأن إيران تنظر إلى ديالة بأن لها أهمية جيوسياسية كبيرة جدا. عندما نتكلم عن جرف الصخر ويصدر مثلا مجلس محافظة بابل يقوم بإصدار قرار بمنع أهالي جرف الصخر من العودة إلى منازلهم، هذا قرار غريب جدا بأن يقوم مجلس حكم لمحافظة بإصدار مثل هذه القرارات وتصمت الدولة على مثل هذه القرارات. إذن هناك تواطؤ من قبل الدولة بإجراء تغيير ديموغرافي في هذه المناطق، سواء كانت في مناطق حزام بغداد أو في مناطق جرف الصخر أو في مناطق ديالة أو في مناطق الموصل أو حتى في البصرة. البصرة كان فيها نسبة السنة ما يقارب 35%، الآن عندما نتكلم يمكن أن لا نتكلم عن هذا العدد، نتكلم عن نصف هذا العدد في مدينة البصرة، إضافة إلى كثير من المحافظات الجنوبية كانت فيها أقليات سنية، هذه الأقليات الآن نستطيع أن نقول إنها قد تلاشت بفعل ما تعرضوا له من اغتيالات من اعتقالات وما إلى ذلك. التهمة جاهزة لكل من يريد أن يجري عليه تغيير ديموغرافي، أما أن يكون بالاعتقال أو الآن عمليات القتل، عمليات الاعتقالات، عمليات تجريف البساتين، عملية هدم الدور، عملية هدم المساجد، كل هذه العمليات رافقت عمليات التغيير الديموغرافي منذ عام 2003 وإلى اليوم. إذن نحن نتكلم عن مشروع ممنهج مخطط له مسبقا لإيران اليد الطولة فيه. أمريكا صمتت عن كثير من هذه الأمور لأنها كانت تواجه مقاومة سنية في مناطق المثلث السني، هذه المقاومة قضت مضاجع الأمريكان بشكل كبير جدا مما أجبرهم على التواطؤ مع هذه الميليشيات والصمت عنها في مقابل أنها تواجه ما يتعرضون له من عمليات في المثلث السني، وبالتالي تم إجراء كثير من التغييرات الديموغرافية في هذه المناطق على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال ومن الحكومات المتعاقبة بشكل كبير جدا، وخاصة في حكومة المالكي بفترة الأولى والفترة الثانية.
أما الآن بعد معركة الموصل فهناك تغييرات ديموغرافية كبيرة جدا، يعني تصور بغطاء أمريكي ايضا نعم، يعني ما يجري الان في في دياله هناك كثير من المناطق استعادتها مثلا استعادتها البيشمركه، رفضوا ايضا ان تعود كثير من هذه المناطق الى مناطق سكناهم. هناك مناطق ايضا في كركوك وفي مناطق في 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 للمسيحيين ومناطق في في حزام مدينه الموصل، هذه المناطق ايضا تعرضت الى التغيير الديموغرافي. هذا التغيير الديموغرافي عندما نتكلم على المناطق المتنازع عليها يمكن ان يكون على مرأى ومسمع كثير من القوى، سواء كانت قوى داخلية أو قوى إقليمية أو قوى دولية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. إذن نحن نتكلم عن خطط منهجية للتغيير الديموغرافي شملت مناطق كثيرة من العراق وجاءت على مرأى ومسمع كثير من الحكومات، بحيث هذه الحكومات ضعيفة لا تستطيع أن تقف لا بوجه الميليشيات ولا بوجه المخططات الإيرانية في العراق وأمام مرأى ومسمع من الأمريكان الذين احتلوا البلد وسلموا البلد إلى إيران. سيد عبد السلام الطاغي الباحث العراقي ينضم معي عبر الهاتف من لندن، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ عبد السلام، تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك، أهلا ومرحبا وشكرا لاستضافتكم وحي ضيفيكم الكريمين الدكتور عبد القادر النايل والعقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بك أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، يعني هناك مثل ما تحدث العقيد الركن حاتم الفلاحي عن وجود تواطؤ حكومي مع الميليشيات لتنفيذ مخططات التغيير الديموغرافي، إلى أي مدى تتفق معه؟ لا يختلف اثنان أن الميليشيات أو الجانب الحكومي يعني هما كلاهما اسمان مختلفان لهدف واحد. ويمكن أن نضيف لهم طرف آخر هو الطرف الإيراني. هدف تأسيس الميليشيات فقط أردت أن أبين مع اتفاقي سلفا مع السيد العقيد الركن انه هدف تاسيس الميليشيات في العراق كان هو منع الفراغ العسكري والامني بعد حل الجيش الوطني العراقي الاصيل للحفاظ على السلطه الجديده. وكذلك هناك هدف اخر هو كي تتملص الحكومه بطريقه واخرى من جرائم الميليشيات في التطهير العرقي وفي الاباده الجماعيه للسنه والتركمان والمسيحيون والازيديه. وكذلك كانت الغرض من ذلك أيضا من حل الجيش العراقي هو لتحجيم المقاومة الوطنية التي كان يقودها الجيش الوطني العراقي الأصيل، ولكي يصبح العراق مرتبطا إيديولوجيا بولاية الفقيه وميليشياويا مرتبطا بالحرس الثوري، وذلك من خلال سليماني والسفير أريج مزجي واللذان يعتبران هما الحاكمان الفعليان في العراق. لذلك إيران بفرض الهيمنة السياسية الإيديولوجية والعسكرية وخاصة من الناحية الإيديولوجية أو استراتيجية ولاية الفقيه، فبعد الاحتلال مباشرة يعني حاولت بأسرع وقت ممكن فتح مكتب لخامنئي، وهذا المكتب عينت فيه محمد آصفي وهو حزب الدعوة وهو إيراني الأصل. الغرض من ذلك هو السيطرة على مقاليد الأمور في العراق، فإيران حققت هدفها المؤقت بالسيطرة على العراق إيديولوجيا وعسكريا. والحديث عن الميليشيات لا يختلف عن الحديث عن السلطة. لكن على العموم أود أن أبين شيء مهم جدا على صعيد القانون الدولي وحتى على صعيد ما يسمى ب أو يطلق عليه الدستور العراقي الملغوم الذي من اتفق عليه أصبح ضده ومن كان ضده أصبح الآن معه، أنه أي فصيل مسلح غير مندرج بقانون لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع يعتبر فصيلا إرهابيا، لأن تعدد الفصائل تعدد الميليشيات سيؤدي إلى تعدد الولاءات، وهذه الولاءات حينما تتعدد سوف تؤدي إلى تفكيك المواطنة وتحويل المواطنة إلى مذاهب، وهذا ما تسعى إليه إيران. الميليشيات أسست لم تؤسس بقانون، ولم تكن تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، ولم تكن مقررة من قبل البرلمان. فيما بعد تم من الناحية الشكلية تمت هذه الإجراءات، لكن الأخطر من ذلك أن في دولة تدعى بالديمقراطية وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن ذلك، أن راعية الديمقراطية
وهو أن القوانين، أن الفتاوى أقوى من القانون، بمعنى أن الخاص بالقانون يقيد العام. المشكلة أن هناك أن حتى القانون المسمى بالعراق قانونا هو لا يطبق بحذافيره، حتى أن أثفاء الشرعية على الميليشيات التي تقوم بهذه الجرائم وهذه الانتهاكات هو جار يعني حتى الآن، بحيث أن يعني مجلس محافظة بابل عندما يتخذ قرار بمنع أهالي جرف الصخر أو ناحية جرف الصخر من العودة إلى ديارهم، ادعى أن وجود ضمن هؤلاء الأهالي أناس داعشيون ينتمون إلى تنظيم الدولة. مع ذلك القانون غير مطبق على النحو الصحيح. من وجهة نظرك يعني هذا هذه القرارات التي تصدر من الحكومة يعني إلى أي مدى أسهمت فعلا في يعني التغيير المجتمعي والتغيير الديموغرافي على نحو متعمد؟ أنا في تقديري الحقيقة من الناحية الجغرافية نعم أجرى تغييرات، يعني هذا الشيء لا ينكر، لكن من الناحية البشرية الجغرافية البشرية الحقيقة لم يستطيعوا تفكيك المواطنة العراقية، لأن النازحون والمهاجرون والمهجرون كلهم لا زالوا يتطلعون اليوم إلى رحيل من هجرهم للعودة إلى ديارهم، وهم على اتفاق دائم أو على تواصل دائم مع المنظمات الإنسانية في العالم لتعريفهم بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان في عمليات التطهير العرقي. فشلت إيران في بناء ما يسمى بالحزام الفارسي الذي يطلق عليه في العراق بالمثلث الشيعي أو الهلال الشيعي أو البدر الشيعي. بهذه المناسبة فقط أود أن أبين أن بني صدر الرئيس الإيراني الأسبق أكد أن الخميني كان يريد من إقامة حزام فارسي الذي ذكرته بالمسميات التي يستخدمونها في العراق، لكنه نطق ما في داخله لم يسميه بالشيعي، تشكيل هذا الحزام الفارسي كي يكون حليف لإيران، وهذا الحزام مكون من العراق وسوريا واليمن، والغرض من عنده هو تهديد المملكة العربية السعودية والدول الخليج، وبذلك للسيطرة على أمن الطاقة وعلى أمن الغاز، لأن السيطرة على أمن الطاقة وعلى أمن الغاز يعني السيطرة على الدول، والسيطرة على الأمن الغذائي وعلى الأمن المائي يعني السيطرة على البطون. ولذلك نلاحظ هنا وأؤكد على المستمع الكريم والمشاهد الكريم أن هذا الرجل الفارسي بني صدر وهو شيوعي أو عفوا توجهاته غير دينية يقول الحزام الفارسي ولا يقول الحزام الشيعي. كذلك لا يزال الخليج العربي يسمونه بالخليج الفارسي ولم يطلقوا عليه بالخليج الشيعي لحد الآن. هم يريدوا من استخدام لفظة المثلث الشيعي أو الهلال أن يستخدموا الشيعة وقود لتحقيق مشروعهم لتحقيق الحزام الفارسي. أما بالنسبة إلى جرف الصخر وبالنسبة إلى منطقة النخيب وغيرها وتل أحفر وغيرها من المناطق، فهذه ليست خاضعة لقانون محلي، هذه خاضعة لقانون إقليمي إلى إيران، لأن هذه مناطق تماس عسكرية هدفها السيطرة على أمن الطاقة وأمن الغاز والسيطرة على الأمن المائي والأمن الغذائي. وشكرا. نعم شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل الحوار، ابقوا معنا.
إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على سلطة الميليشيات في العراق وأسس التغيير المجتمعي. وبالعودة إليك شيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي، شيخ يعني إلى أي مدى من وجهة نظرك يعني وفق التطورات على الأرض والوقائع وما يحصل في الكثير من المدن من عمليات تهجير ممنهجة وعمليات إخفاء قسري وعمليات اعتقال وقتل منظمة تحت إطار القانون وبغطاء أمريكي، إلى أي مدى ترى أنه يعني يمكن التسليم بأن مخطط التغيير الديموغرافي في العراق قد تم فعلا؟ من المؤكد الناظر للحالة الشكلية والظاهرية يرى أن هناك حقيقة مأساة حقيقية في تنفيذ على أرض الواقع من هذا التهجير، وهناك حقيقة أرقام موجودة وبالتالي أمام واقع مأساوي في عملية تنفيذ هذا التهجير. لكن هل سينجح؟ أنا دائما أقول ومصر على هذا الكلام أن هذا التهجير قد فشل فشلا ذريعا، وأن خطة إيران والميليشيات باتت حقيقة ميتة سريريا رغم كل ما يحدث الآن من تفريغ المناطق من أهلها. بسبب هذا الفشل حقيقة هو بسبب أنه الجذور العميقة للشعب العراقي، ترى الشعب العراقي يعاني في مواطن اللجوء في دول الجوار، في تركيا، في مناطق أخرى في الدول العربية، لكنه لا يريد الهجرة من ولا يقبل بالهجرة، إنما يرمو إلى العودة. والنازحون الذين يعانون في الخيم ما يعانون من عطش ومن أبسط مقومات الحياة، لكنهم مصرون. يعني اليوم عندما ترى أهالي جوف الصخر في الحبانية يتعرضون إلى حصار في خيمهم، لا يسمح إلا بتقديم الرشوة لبعض مسؤولي هذه المخيمات حتى يتم إدخال المساعدات، رغم كل هذه المعاناة يرفضون المغادرة وعيونهم تنظر إلى أراضيهم. هذه الإرادة حقيقة كسرت كل إرادة الميليشيات التي حقيقة زالت المأساة، ولن أقول تنجح هذه الميليشيات، لم تنجح، لكن المأساة نعم موجودة. وبالتالي طالت السنوات والأشهر لتلك العوائل الكريمة والمجتمعات التي هجرتها هذه الميليشيات شكليا وظاهريا، ونعم هناك مأساة حقيقية، لكن هذه حقيقة فشلت بإرادة صمود العراقيين وبالتالي جذورهم العميقة لهذا البلد. وأمام التطورات التي تحدث، وهذه التطورات هي إرادة الله، وبالتالي معلوم تماما أن المخطط لا يستهدف فقط السنة. نعم كانت البوصلة الأساسية هو أنهم يريدون تهجير العرب السنة، لكن اليوم رأى عندما خرج أبناء الجنوب الكرام في تظاهرات واضحة، رأوا أن هذه المؤسسة العسكرية والأمنية والميليشياوية الحكومية هي ليست لهم وليست أبنائهم، وبالتالي بدأوا يصفونها بأوصاف حقيقية. وهنا حقيقة الخير القادم للعراق، لأن الحاضنة الشعبية التي كانت تزود بهذه الميليشيات من أبنائها ومن متطوعيها قد بدأت بالانفضاض الفعلي، وحقيقة الانفصال الفعلي بينها وبين هذه القوات بعدما أرأوا كيف يتم اغتيالهم واعتقالهم وضربهم والانقضاض عليهم كوحوش مستعرة تريد حماية الأطراف الفاسدة وتريد تنفيذ مشروع إيران. وبالتالي رأيتم الأصوات التي بدأت ترتفع ضد إيران بطريقة واحدة لهذه المحافظات، لأن الكل علم أن المشروع الإيراني هو ليس مشروعا يراد منه نصرة مذهب على مذهب، وليس هو كما يعلن تصدير ثورة خمينية باسم المذهب الشيعي، إنما هو يراد منه تأسيس إمبراطورية فارسية يتم الانقضاض على العرب بطريقة متسلسلة وبطريقة حقيقة مرحلة بعد مرحلة. وهذا حقيقة يؤكد على أن الإيرانيون فشلوا بمشروعهم الذين ساروا فيه ونجحوا إلى حد ما، لكن هذا النجاح حقيقة لن يكتب له الفلاح ولن يرى النور في الأعوام القادمة، لأن هناك وعيا شعبيا بدأ يزداد، ولأن هناك حقيقة تقاطع لمصالح دول كبرى، وبالتالي إيران أيضا مقبلة على هزات ستكون قاسية وستبدأ، وقد بدأت تظاهراتهم ضد ولاية وثورة الخميني داخل إيران، وبالتالي أيضا انعكس على جنوب العراق بطريقة واضحة. إذن نحن أمام وعي مسبق للعملية التغييرية التي تريدها إيران والميليشيات، وهذا حقيقة سيجعل أولا إيقاف هذه العملية ثم الانتقال والتفكير في كيفية مواجهتها، وكل هذا حقيقة سيعود بالنفع المستقبلي على إفشال هذا المخطط الجهنمي والخطير الذي نجح في تعميق المأساة ونجح ظاهريا إلى الآن
وهناك مأساة حقيقية لهذه الشعوب والمجتمعات. أستاذ حاتم الفلاحي، سلطة الميليشيات المسلحة هناك لها تأثير فعلي كونها متعددة الولاءات وغير محكومة بضوابط صارمة. الكثير من المناطق تم إفراغها من أهلها، الكثير من الأهالي لا يستطيعون الرجوع، بعد الرجوع يهددون أو يتم اعتقالهم بتهم شتى. من وجهة نظرك يعني كيف لهذا المشروع، مشروع التغيير الديموغرافي، أن لا يكون ناجحا والواقع في العراق يقول ذلك؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه مشكلة ولاء هذه الميليشيات سيبقى أمر مشكوك فيه، لأن قيادة هذه الميليشيات ترتبط عقائديا وسياسيا بمرجعيات دينية إيرانية، وبالتالي سيكون التزام هذه الميليشيات للأوامر التي تصدر من مرجعيتها الدينية. إذن نحن نتكلم عن ميليشيات حقيقة ستنفذ الأوامر في النهاية إلى مرجعيتها الدينية، وبالتالي القائد العام للقوات المسلحة سيكون عبارة عن تزويق للمشهد من الخارج، ليس له سيطرة فعلية على هذه الميليشيات، وبالتالي هذه الميليشيات ستنفذ ما يتفق مع مصالحها ومصالح قياداتها في الخارج، ليس إلا يعني. إذن نحن نتكلم عن ميليشيات أعطيت القانون الشرعي من خلال قانون الحشد الشعبي الذي وافق عليه البرلمان العراقي، وبالتالي نتكلم عن مؤسسة أعطيت غطاء شرعي للعمل، ولكن هذه المؤسسة فيها ولاءات متعددة. يعني عندما نتكلم عن الحشد الآن نتكلم عن ثلاث ولاءات موجودة لهذا الحشد. الجهة الأولى وهي الجهة الأقوى يعني التي تسليحا وتدريبا، وهذه الجهة تتبع إلى الولي الفقيه، ومنها من ضمن هذه مثلا العصائر، عندما نتكلم عن منظمة بدر، نتكلم عن حزب الله العراقي، أبو الفضل العباس، جميع هذه الميليشيات التي درجت قسم منها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، هذه الميليشيات تأتمر بإمرة الولي الفقيه، وبالتالي هذه المرجعية مرجعيتها خارجية. كثير من الأسماء الأخرى قد تصل إلى 40 فصيل تأتمر بأمرة الولي الفقيه، هذه المرجعية الأولى. المرجعية الثانية لهذه الميليشيات مرجعية السيستاني، وهي ما يقارب 17 فصيل موجودة في العراق، من ثمنها العتبة العباسية، العتبة العلوية، العتبة الحسينية، علي الأكبر، كثير من هذه الفصائل تأتمر بأمرة السيستاني، وهي فصائل قليلة إذا ما قرنت بالفصائل الأولى. وهناك فصائل أخرى تقريبا يمكن أن نقول ليس لها مرجعية في الخارج، وإنما مرجعيتها في الداخل، مثل سرايا السلام وبعض الميليشيات الأخرى الصغيرة. وهناك بعض الفصائل التي تأتمر بأمرة الحائري، بأمرة الحيدري، وبأمرة الشيرازي، ومرجعيات أخرى. إذن نحن نتكلم عن حشد متعدد الولاءات، وبالتالي القيادة ستكون للأحزاب السياسية والمرجعيات الدينية، وليس إلى القائد العام للقوات المسلحة. إذا ما أردنا أن نتكلم عن ولاء وعن تأثيرها، بالتالي هذه ستؤثر بشكل كبير جدا على الملف العراقي، لأنه عندما تتكلم هذه الميليشيات وتقول بأننا سنكون حيث اقتضت مصلحة المقاومة، وعندما تخرج كثير من هذه القيادات وتهدد دول مجاورة للعراق، إذن نحن نتكلم عن ميليشيات عابرة للحدود تتواجد الآن في سوريا، والآن يطرح مشروع للقتال في اليمن، وبذلك نكون نحن حقيقة أمام ميليشيات منفلتة لا سيطرة للدولة عليها. يعني عندما ترفض هذه الميليشيات عودة كثير من المناطق الذين نزحوا أهلها نتيجة العمليات العسكرية، ترفض عودة الأهالي إلى مناطقهم، والدولة ضعيفة على أن تفرض سطوة الدولة وتعيد هيبة الدولة إلى هذه المناطق، أو عندما يمنع مثلا رئيس البرلمان سليم الجبوري من دخول محافظة ديالى من قبل الميليشيا التي يسيطر عليها هادي العامري، كيف يكون النظر إلى هذه الميليشيات وكيف تكون سطوة الدولة؟ نحن لا نتكلم عن دولة، نتكلم عن سيطرة لهذه الميليشيات، سيطرة أمنية وعسكرية، والآن هناك سيطرة سياسية للمشهد العراقي من خلال دخول هذه الميليشيات إلى الانتخابات العراقية والحصول على مقاعد في البرلمان المقبل، وبالتالي هي تنافس الآن على رئاسة الوزراء. إذا نحن نتكلم عن تغول كبير جدا في مؤسسات الدولة بعد أن سيطرت على القرار الأمني والقرار العسكري، الآن تسيطر على القرار السياسي. كما أن هناك تصريحات مثلا لأبو مهدي المهندس عندما يقول بأني أنا أحد جنود سليماني في العراق، إذا نحن نتكلم حقيقة عن تصريحات هم يصرحون بها ويقولون بأننا نأتمر بأمرة الولي الفقيه وما إلى ذلك. إذا لا سطوة للدولة عليها، وبالتالي ستبقى سلطة الميليشيات هي السائدة، بحيث حتى عندما تكلم الصدر قبل فترة
وعندما قال أنه يجب أن يحصر السلاح في يد الدولة، لم يأمر الميليشيات الموجودة باسم سرايا السلام وقديسون وغيرها من الميليشيات التي تم تنمر بإمرته أو اليوم الموعود بتسليم أسلحتها إلى الدولة، وإنما قال تم تعليق عمل هذه الميليشيات إلى شعار آخر. إذن نحن نتكلم عن محافظة على السلاح لهذه الميليشيات على أن تبقى تأتمر بإمرة المرجعية الدينية ولا تعود إلى سطوة الدولة. أستاذ عبد السلام الطائي، يعني سيطرة الميليشيات على القرار السياسي ما مدى خطورته؟ الحقيقة يعني سيطرة الميليشيات بالتأكيد له مخاطر كثيرة، وقبل أن أخوض بهذا الجانب اسمح لي أن أبين بأن عملية تغيير الغلاف السكاني في العراق أخطر ما فيه من الناحية الإنسانية هو عملية تجنيد الأطفال في الميليشيات العراقية والميليشيات غير العراقية أيضا. كلنا نتذكر أنه تجنيد الأطفال هو صناعة خمينية خلال الحرب العراقية الإيرانية. نتذكر كيف أن الأطفال كانوا يرسلون، والتلفزيون العراقي عرض مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في الحرب ورفض النظام الخميني من إعادتهم أو استقبالهم رغم تدخل الصليب الأحمر. تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن نسبة الأطفال، تجنيد الأطفال في القتال لدى الحوثيين وصلت إلى 50%. هذا رقم خطير أدانته حتى منظمة اليونسيف. بالنسبة إلى مستقبل، نعم، في العراق يعني الميليشيات الآن وصلت إلى مراحل متطورة جدا جدا، يعني بحيث وصلت إلى المنافسة على رئاسة الوزراء والمنافسة على القرار السياسي في العراق. يعني ما مدى خطورته على الواقع، على المشهد العراقي، على الواقع العراقي، أيضا على المجتمع العراقي؟ الخطورة مؤقتة، لأنه إيران مضى عليها 39 سنة من سياسة تصدير الثورة ومن إشاعة ثقافة الموت، ومضى 15 سنة في العراق للتثقيف على الطائفية وعلى المحاصصة والتظاهرات التي خرجت مؤخرا من عقر دارهم تهتف إيران برا برا. هنالك فشل واضح وصريح ومعلن، هو أن الخطاب الطائفي دخل مرحلة التفكيك الآن في العراق. فشل تسييس الطائفة وعسكرتها المذهبية لخدمة مصالح إيران، فشل تفكيك المواطنة إلى طوائف وأعراق، والعودة الآن والدعوة في التظاهرات منذ الاعتصامات التي حدثت في الفلوجة وفي الحويجة وفي الموصل وفي جال وغيرها، كان الشعار واحد هو مع الوحدة الوطنية وضد المذهبية. موقف العراقيين يؤكد فشل هذه الاستراتيجية، استراتيجية المحاصصة وثقافة الموت وتصدير الثورة وتفكيك المجتمع، مقاومة الاحتلال، داعش، الاعتصامات، العصيان السلمي الذي حدث برفض أكثر من 80%، عدم المشاركة في الانتخابات، انطلاق شرارة الانتفاضة. نشكرك. على العموم العراق يمرض ولا يموت. شكرا لك أستاذ عبد السلام الطائي الباحث العراقي لوجودك معنا في هذه الحلقة. في دقيقة ونصف لو سمحت أستاذ عبد القادر النايل، ما مدى خطورة يعني تنافس الميليشيات على القرار السياسي في العراق، على رئاسة الوزراء؟ كيف تنظر إلى مستقبل العراق؟ بالتأكيد هذه خطورة كبيرة تماما، تندرج حقيقة في سياسة عملية المنطقة وبالتالي اشتعال المنطقة وبقائها، عدم استقرارها. وعلى هذا الأساس فإن المنافسة تأتي في العراق خطيرة تماما، وبالتالي ينبغي أن لا تمر على أساس أنها ستكون قضية عادية وبالتالي يتم التطبيع عليها. ينبغي أن يكون هناك عمل شعبوي شعبي واضح تماما لإنهاء هذا الدور السياسي لهذه الميليشيات، لا سيما أن الشعب العراقي اليوم مجمع على أنهم هم فقط زوروا لأنفسهم هذه المنافسة. لكن نحن نتكلم عن اللاعب الدولي الأمريكي والعربي، ينبغي أن يكون له جهود في إنهاء هذا التنافس، لأنه عدم استقرار المنطقة هي بقاء الميليشيات سياسيا في العراق، وبالتالي منافستها اليوم على رئاسة الوزراء تؤكد على أن هذا المشروع حقيقة في العراق هو الأساس، وأن قيمة الصراع في العراق
هو الذي ينبغي أن ينظر إليه، لأن هدوء المنطقة من هدوء العراق واستعار المنطقة من اشتعال العراق، وبالتالي اشتعال العراق هو بوجود هكذا أطراف ميليشياوية في المشهد السياسي الذي ينبغي حقيقة أن تقتلع اقتلاعا. وأنا أعتقد أنه الأيام القادمة ستشهد كثير من الحقيقة المفاجآت الكثيرة ضد هذه الميليشيا. اخيرا استاذ حاتم، يعني اللاعب الدولي الامريكي كيف سيتعامل مع الميليشيات؟ طبعا هناك يعني اعلاميا عداء امريكي للميليشيات مثل ما يرى مراقبون، ولكن في الحقيقه واقعيا هل ترى ان هذا العداء موجود يعني بالنظر الى قضيه التنافس على رئاسه الوزراء؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه أمريكا هي من سلمت البلد إلى إيران عندما قررت الانسحاب عام 2011، وبذلك تم تسليم البلد إلى إيران بشكل كبير جدا، وما يجري من تداعيات لهذا التسليم الآن يعاني منه العراق بشكل كبير جدا. مسألة أخرى بأنه القوات الأمريكية هي من قدمت الإسناد الجوي لميليشيات الحشد الشعبي في العمليات اللي جرت في آمرلي وفي مناطق كثيرة، سواء كانت في تل عفر أو في الصحراء الغربية أو في معارك تكريت وما إلى ذلك، كانت تقدم الإسناد الجوي للقوات التي كانت تقاتل على الأرض بقيادة سليماني. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك تخادم أمريكي إيراني كبير جدا يجري على الأرض العراقية وعلى مرأى ومسمع من القوات الأمريكية. زيارة القنصل الأمريكي لجرحى ميليشيات الحشد الشعبي في البصرة هو دليل واضح على أنه أمريكا تحاول أن تقيم علاقات مع ميليشيات الحشد الشعبي لأشياء نستطيع أن نقول لتخادم سياسي ما بين أو اتفاقات ما بين إيران وما بين أمريكا تمت خلال الفترة السابقة، ومن ضمنها الملف النووي الإيراني. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تختلف مع بعض فصائل الحشد، لكنها لا تختلف مع كثير من فصائل الحشد الموجودة، وبالتالي كثير من الأسلحة الأمريكية التي تم ما توريدها إلى العراق هي الآن بيد ميليشيات الحشد الشعبي، وكانت هناك أسلحة ثقيلة ومنها الدبابات التي اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على وجودها لدى ميليشيات الحشد الشعبي، وقامت الحكومة في وقتها على سحب هذه الدبابات ترضية للجانب الأمريكي. ليس هناك تقاطع كبير جدا ما بين الأجندة الأمريكية وأجندة الحشد الشعبي، وبالتالي هو الآن يقاتل في سوريا ويقاتل في 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 مناطق أخرى، أنا أعتقد في 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 لبنان أو في مناطق أخرى، وكانت هناك زيارات لكثير من قيادات الحشد إلى لبنان. نعم. وإلى مناطق أخرى من الصراع، وكانت على مرأى ومسمع من القوات الأمريكية، وليس هناك اعتراض على هذه القضية. أمريكا تنظر إلى مصالحها في العراق وترى بأن مصالحها بأنه لا تريد أن تصطدم اصطدام مباشر مع هذه الميليشيات. أما قرار هذه الميليشيات فهو يرجع إلى إيران، والقرار إيراني قبل أن يكون هو قرار عراقي لمواجهة القوات الأمريكية في العراق. شكرا لك العقيد ركن حاتم الفلاحي، باحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، ونشكرك شكرا جزيلا ضيفي عبر سكايب من عمان الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي، وشكرا لك أيضا ضيفي من لندن السيد عبد السلام الطائي الباحث العراقي. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.